اوكي، الان بدنا نشتغل على بدنا نطبق الكي راس على الايرس داتا، فبدور على الايرس وهنا بحدد انه انا بدي داتا سيت، وبختار هاي الداتا سيت وبختار اني انا اعمل نوت بوك على الداتا سيت هاي. اوكي، نقرا الداتا سيت df بتساوي bd.read بشوف شكل الداتا سيت. طبعا هنا في اي دي للكولوم، لانه هنا هي 0 1 2 وهي حطت لي اي دي، فبحط تمام. الآن في الكيراس احنا بنحب انه احنا نتعامل مع ارقام، كله ارقام ما عدا هذا الاتريبيوت هو عبارة عن كاتيجوري، فبروح بعمل له انكودنج باستخدام اللي احنا تعودنا عليه. خلينا نستخدم الاسكي ليرن فروم اسكي ليرن دوت import label label encoder، وبحكي له انه انا هذا العمود اللي هو df of species، قبليها بعرف label encoder تمام. صارت هيو zeros one. تمام، نيجي الآن الامبورت تبعي. الامبورت تبعي بالضبط هنا ممكن احط لك لا مش هذا، هنا import TensorFlow as TF، import NumPy as NB، Panda as BD، هذه اوريدي عملنا لها import from TensorFlow، import Keras from TensorFlow Keras، import layers. اوكي، كيف؟ لا عملنا. الآن بدنا نتأكد من مكتبة التنسور فلو، فبتعمل tf version لأنه
هتلاقي انت وصفات كتيرة مكتوبة مثلا بفيرجن 1.18، تيجي بتطبقها ما بتشتغلش، فبدك انه انت تكون متأكد قديش الفيرجن. فيرجن 2.2 هي الليتست، فبالتالي خلاص تمام الامور تمام ان شاء الله. تمام، بعدين بدنا نقسم البيانات لترين وتست. فممكن انه احنا مثلا دياس فال بتساوي او دياف فال بتساوي دياف، خط واضح عندكم؟ سامبل. تمام، في السامبل هنا بدنا ناخد فراكشن فراك، بدنا ناخد منها 20%. تمام، وبدنا نعطي راندوم ستيت عشان كل مرة يختار نفس البيانات، لأنه ما لو ما حطيتهاش كل مرة حياخد راندوم ستيت مختلفة وكل مرة بتطلع لي نتائج مختلفة، فيفضل إن أنا أثبتها وتحط راندوم ستيت any numbers you want. قديش بنحدد في كل بروجكت يعني قديش الراندوم ستيت؟ 23 33. تمام، فنشوف الدي اف فال كيف شكله. تمام، هاي السايز تبعه، السايز تبعه هو جاب لي اياهم كلهم لانه اصلا ثلاثين. الان بدنا ناخد ال df train بتساوي df dot drop، بعمل drop للانديسيز تبعت ال df. نديله حاجة تانية؟ لا. وهنا بنشوف الدياف ترين 120 بالضبط. تمام، بعد هيك في عندي هذه اليوتيليتي فانكشن، اليوتيليتي فانكشن هاي انه باخذها زي ما هي دائما، خلاص بتحطها في اول وصفه عندك وبتصير بتستخدمها. ايش بتحول انت عندك؟ تمام، فهنا convert df data frame to tensor data. هنا خلينا نحط لك انه split data into train and val. شو بتاخد هاي؟ بديها data frame وبديها اسم الكلاس، وهنا بطلب منه انه يعمل شفل وبديله الباتش سايز. تمام، باخد نسخة من البيانات وباخد نسخة يعني باخد الليبلز اللي هي الواي تبعي. بعدها بعرف الدي اس داتا سيت تبعت التنسور تياف داتا سيت فروم تنسور سلايس، وهنا بديله انه بعمل له كاست لديكشنري، وهنا بديله ليبلز. واذا الشفل بتساوي ترو هي باي ديفولت ترو، بروح بعمل شفل للبيانات وبروح بشكلها على شكل سايز. تمام، الان ضايل انه انت تستدعي هذا الكلام ل هنا نعمل ترين دي اس.
داتا سيت تنسور داتا بتساوي هذه الدالة ايش نديله df train باقي البارامترز بتضلها هي الديفولت زي ما هي بس بدي اديله التارجت هنا تمام فبالتالي هنا ممكن اكتب داتا فريم بتساوي وهنا target بتساوي species I hope it's correct يعني أعتقد إنه صحيحة أوكي okay. هذا الكلام بنطبقه على DS val اوكي تمام الان بدك تشوف هاي الداتا سيت كيف شكلها فبناخذ منها 1 batch فبالتالي هنا for b n train ds.take 1 print b فهذا عبارة عن batch زي ما انت شايف زي هيك قديش السايز تبعه 10 فعشان هيك ممكن انت تعمل nested loop زي هيك for r n b print r اوكي اجيت تطلع لي هنا هذا عبارة عن ديكشنري تمام ايش هذا اسم العمود صح ايش التايب تبعه تنسور قديش الشيب ليش 10 batch size ايش الفاليوز هيهم حاطط لك اياهم هنا 5 7.7 6. كذا الى اخره فبالتالي زي كانه انت عامل لك عمود واري فيها 10 قيم بيجي العمود الثاني تايب تبعه تنسور شيب 10 تمام والفاليوز هي عباره عن نمباي اري وهي القيم تبعتها زي هيك وهكذا للاخر تمام لانه احنا اتفقنا انه احنا في النيورال نتوركس انه شفنا ايش مع ايش هو الايبك وايش هو الباتش وايش هو الايتريشن وانه التقسيمه هذه ضروريه جدا في النيورال نتورك لان احنا بنتعامل مع النيورال نتورك فلازم اقسمها لباتشز في الترين لازم بيقدرش انه هو يستوعب كل البيانات دفعه واحده لازم انه ياخذها كباتشز يعني هذا البكس جوا الديبك هذه 10 جوا الديبك جوا اللفه المرسومه فجيت هنا انت عندك 120 تمام 120 على 10 12 فبالتالي انت لو شفت الدي اس هاي بعرفش اذا بيقدر يجيب اللين تبعها ولا فيها شيب مش هي تنسر صحيح
هي عبارة عن batch dataset shapes iucval length، هذه أسماء الأعمدة زي هيك، وهي التايب تبعها. بس هي df.shape لا لا لا، ممكن تعمل iteration عليه for b in train.size، بيجيبها هيك ولا كاتريبيوت؟ has no attribute size. Let's say in a for b in train yes dot next. كل مرة بجيب next batch next batch print hello. فيش next كمان؟ في batch في unbatch repeat اوكي مش هي عبارة عن batch، اتفقنا انه هي عبارة عن باتش. حتلاقي هذا الكلام في الترين انه هو ببين معنا انه هي 12. تمام. الان الخطوة اللي وراها انه انا بدي احول، بدي اجهز الانبوت لاير. انا عندي تمام تجهيز الانبوت لاير بيكون بهذا الشكل باختصار شديد، انه لاير واحد هو في اكثر من نيورون، انه انا بدي اعمل لسته. اللسته هذه انه بدي الف على الكولومز كلها، واذا الكولوم هذا بيساوي سبيشيز اعتقد الاس كابيتال كونتينيو بدي اعمل له سكيب. تمام. بعد ذلك بدي اروح اعمل فيتشر كولوم دوت ابند اللي هو هذه، بدي اعمل له فيتشر كولوم دوت انيوميريك كولوم، بديله الكولوم وبديله التايب تبعه اللي هو تنسور تنسور تي اف فلوت 16. فشوف كيف شكلها، شكلها انه هو فعليا بروح بعمل لي لستة مكونة من انه نيوميريك كولوم، هي اسمه الشيب تبعه واحد، ديفولت فاليو نان، التايب فلوت 16، النورماليزر فانكشن بتساوي نان. ما عملنا نورماليزيشن، ما طبقنا نورماليزيشن هنا في هذا. ايوه قول. تمام الامور هيك؟ طيب هيك خلاص صارت جاهزه الامور. بعد هيك بدنا نعرف للنيورال نتورك. تمام. النيورال نتورك اللي هي تي اف كيراس موديل سيكوينشال، بعرف موديل زي هيك، موديل تساوي تي اف دوت كيراس موديل. هنا عندي موديلز كثيره، والموديل اللي احنا حنستخدمه سيكوينشال. سيكوينشال يعني زي فيد فورورد نيورال نتورك، انه انا بصفط الطبقات بشكل تسلسلي ورا بعض. تمام. من
بالضبط حقيت حبدا اصفتهم زي ورا بعض زي هيك تمام. فبحكي انه الموديل دوت اد زي هيك ببدا انه اضيف الطبقات زي هيك. فايش بدي اضيف لايرز. لايرز هذه وين موجوده؟ تياف كيراس لايرز سمول بعديها dense features تمام وبنديله الفيتشرز اللي هي هاي. خلاص هو بعرف قديش عددها اللي هي عددها انه هي 4 تمام من هذه الليسته. بنضيف طبقة تانية model add tf keras layers dense. كم نيورون بدك؟ 32 تمام. وممكن ان انت تحدد الاكتيفيشن فانكشن زي هيك. باراميتر تاني اكتيفيشن بحدد ريلو وبضيف اخر طبقه. دائما الاوتبوت بيكون هذه كلاسيفيكيشن بروبلم على حسب الكلاسز قديش عددها 3. وهنا حيكون سوفت ماكس. هيك خلصت اضافه الطبقات. بروح بعمل موديل دوت كومبايل او خلينا نحرفها هنا define model وهنا compile model dot compile. تمام بيطلع ايش ولا كيف؟ خلص انه هو بيركب الفيتشرز هدول او الطبقات هدول بيركبهم مع بعض وبعمل initialization عندك للweights براندوم ويت. تمام؟ طبعا ليش صحيح. خلينا بدنا ناخذ الوصفه كلها كامله بعديها نبدا نضيف اضافات. يعني زي ما تعودنا هناك انه انا بركز على شغله واحده وبعديها ببدا اضيف الاضافات الثانيه. كيف ابني موديل بالكامل وكيف اعمل منه بريدكت وبعديها نبدا نضيف جزئيه كيف نعمل نورماليزيشن كيف نعمل انكودنج وكل هاي. نعم طيب لقيت انا بدي اسوي شغله معينه هنا موديل دوت بريدكت دياس فال دياس كيف؟ صحيح. خلينا نعمل evaluate في الكومبايل لسه في عندي شغلات كتيرة عشان هيك ما طلع ليش شو اسمه. شو بدي احط؟ 3 باراميترز اللي هما الاوبتمايزر واللوس والمتريكس. الله ينور عليك. فببدا هنا بختار اوبتمايزر بتساوي ادم
و اللوس بتساوي ممكن انا احطها بهذا الشكل اللي هي بتكون كسترينج باينري كروس انتروبي، او ممكن ان انا اجيبها زي هيك انه from tf keras dot losses binary cross entropy. فهي طويلة شوية، بس انه يا اما بتحطها as a string انه هذا الكلام زي هيك، بس علمها زي هيك انه as a string بقبلها منك. تمام. والباراميتر الثالث اللي هو matrix بحطها as a list، يعني انا ممكن اطلب اكثر من matrix، وحكينا ايش بدنا. تمام. اجيت هنا شفت قديش جاب accuracy 16. تمام. وهنا انا ايش بدي اعمل لك evaluate before training. بدي انا اورجي لك انه هنا في الكومبايل، انت سالت الكومبايل شو بتسوي، انه هي بتعمل لك انشلايز للموديل، بتشبك لك اللايرز مع بعض وبتعمل انشلايز للراندوم ويتس. الراندوم ويتس هذه عشوائيه لسه ما عملهمش معايره عشان يقلل الايرور، فبالتالي شايف الايرور قديش؟ عندك الاكيرسي 16%، يعني هذا بدون ما يتدرب على الراندوم ويتس. هلقيت بنروح نعمل فيت. تمام. هنا evaluate on random weights. يعني بدون ما نعمل optimization للويت. تمام. الخطوة اللي وراها انه نعمل train the model using fit function. فهنا model dot fit شو بديله؟ dias train ولا train dias؟ train dias. شو كمان؟ خلينا نضربه ب 20. تمام. شو كمان؟ الفال validation data بتساوي valdias. شو كمان؟ بس شايف انت في عندك 20 ايبك، كل ايبك فيها 12 باتش بخلصهم زي هيك. تمام. الفال accuracy كانت انت عندك هنا 66 من 1000. تمام. شوف تطلع عندك هنا لسه 66 في الـ1000. طيب اوكي 20 مش كافية، هنا ممكن نحط 100. هنا الـ validation accuracy 2 من 10.
بتزيد. بتقلل الاكيورسي كل ما ايش؟ لا بتزيد يفترض. كيف؟ لا ابدا. انت قاعد انه انت بتعمل ترين، بتعمل اوبتمايز للويت لغايه لما يصل يعني ل لا حلقيت هنا الايتريشنز. الفكره فيها انه انت يعني بتحاول انه انت تعاير الويتس بحيث انه انت تقلل الايرور، وال انه انت لما تزود عدد الايبكس هذا شيء طبيعي انه في النيورال نتورك، لانه بتقدرش انه من لفه واحده تعمل اوبتمايز لكل الايرورز، لانه هي بتشتغل بشكل انكريمنتال. انه هاي انت اديته الباتش راح طلع لك الايرور، راح عمل ادجستمنت للويت، اجت وراها باتش ثانيه ممكن انه تخرب الباتش اللي قبليها من ناحيه ويتس، صار في تعديل على الويتس انه ممكن تخرب. عشان هيك لازم ارجع كمان اتريشن واضلني اعمل ادجستمنت واعمل معايير لغايه ما اوصل للفاينل ويت. لكن اذا انت بدك انه انت تتجنب الاوفر فيتنج، احنا في عندنا فاليديشن داتا يعني تقدر انه انت تطبق عليها. هذه شغله. الشغله الثانيه انه في طرق انه انت عشان تتجنب الاوفر فيتنج. والاوفر فيتنج انت بتقدر تعرف انه الموديل تبعك صار فيه اوفر فيتنج ولا لا. هذا الكلام حتلاقيه وين؟ هنا من الويب سايت. هذا انت حتدخل له بشكل مستمر، حتروح هنا على ليرن، وفي الليرن حتختار تنسر فلو، وحتختار التوتوريالز، وهنا حتختار اوفر فيت واندر فيت. تمام. ففي هذا الدرس بورجي لك انه انت عشان تشوف انه والله صار في معك اوفر فيتنج كيف تتجنبه، وحناخده هذا الدرس. تمام. بس التسلسل في الموضوع زي ما قلت لك هنا انه التوتوريالز انا عندي موجوده زي هيك، فعشان هيك انا حضيفها عندي من ضمن السلايدز. اوكي. هنا في عندي دروس كتيرة، كيف نتعامل مع الايمجز، كيف نعمل لود للديتا، كيف نعمل نتعامل مع ستراكشر داتا الى اخره. كيف؟ بتعلى التنسر فلو بتدي لك يعني دروس معينة مقسمة يعني في التنسر فلو، وهذا اللي احنا حنمر عليه هنا. تمام. اوكي، احنا في عنا هذه سبارس. انا شو اخترت هناك؟ اخترت باينري. ما حدش نبهنا احنا عندنا ثلاثة كلاسز مش باينري، فبالتالي هنا سبارس كروس انتروبي، عشان هيك في عندي مشكلة في هنا في التريننج. يفترض انه يصير وضعه احسن هيك، احسن بكتير. اوكي. هذه دروبس بتصير معاك يعني انه انت بدك ترجع تتذكر انه هذه ثلاثة كلاسز، الثلاثة كلاسز بتعمل سبارس كاتيجوريكال كروس انتروبي. هذه كاتيجوريكال مش باينري. باينري لما يكون في عندك تو كلاسز يعني زي تايتانيك سيرفايفد ونوت سيرفايفد، يعني شغله زي هيك. تمام. فالاكيورسي الفاليديشن اكيورسي هي وصل 100%. تمام. عشان هيك انا بدي اقلل الايبكس، بدي اخليهم 20، نشوف كيف الوضع في ال 20. هيو
من أول وحدة يعني، فا أوكي خليهم 10. That's enough. أوكي. طيب. الآن الخطوة اللي وراها بعد التريم إنه نرجع نعمل evaluation after يعني هنا. ف model dot eval وهنا val ds فبيطلع لي الاكيورسي الفاينل اكيورسي انا عندي 100%. اوكي وممكن انه احنا نعمل predict لاكزامبل معين. بالمناسبة بعد الفت انت ممكن تعمل هنا هذه الدالة انه هي model dot summary. هذه عبارة عن دالة بتورجي لك الطبقات تبعتك، بتقول لك انه انت عندك الدنس فيتشر، هي عبارة عن الدنس فيتشر تمام، والطبقة الثانية عبارة عن دنس فيها حكينا قديش انه السايز تبعها 32 تمام. و الدنس الأخيرة إنه عدد البارامترز اللي فيها 99. طبعا هنا ال 160 هذه من وين إجت؟ أنا عندي كم إنبوت؟ كم إنبوت؟ ثلاثة. مش طول البدلة وعرض البدلة وطول السبلة؟ أربعة إنبوت. أربعة أعمدة. تمام؟ أربعة أعمدة في 32 128 زائد 128. كيف كلهم؟ لا، أربعة أعمدة ضرب 32 نيورون فبطلع عندك كم كونكشن؟ مية وثمانية وعشرين صح؟ أجيت في كل كونكشن انت في عندك في البايس. يعني كلها بيولوجيكال نيورون. هاي انا عندي كم انبوت هنا من اكس واحد لاكس ام صح؟ وشايف هنا كل نيورون في بيكون انا عندي البياس، فبالتالي المعادلة هنا وهذه نفس المعادلة أنا ورشيتك إياها المحاضرة الماضية.
تمام. فبالتالي هنا المعادلة ايش بتصير؟ ايش انت فصلت؟ اوكي مش هنا بس هو عبارة عن constant input. مش هنا انت في عندك 10 ضرب 0.5 زائد 7 ضرب 0.1. هجيت هنا في عندك في الرسمة انا ورجيتك انه زي ما هو موجود هنا في عندك البي تمام. فالبي هذا عبارة عن constant، فبتصير المعادلة انت عندك هنا زائد البي هذا الكونستانت تمام. عشان هيك انت عندك عدد الباراميترز هنا، عدد الباراميترز هنا 160 اللي هم عبارة عن ايش؟ 32 ضرب 4، 32 نيورون ضرب 4 انبوت بيطلع 128. زود عليهم كمان 32 بايس لكل نيورون بيطلع 160 تمام. الان هذه برضو نفس الفكرة، انت عندك 32 نيورون بالإضافة لأنه كلهم موصلين في النيورون اللي بعده اللي هو 1 نيورون، بالإضافة للبايس تبعهم بيطلع أنت عندك 99. فبالتالي التوتال باراميترز عندك في النيورال نتورك هاي قديش؟ 259. وهنا أنا عندي الترينبل باراميتر، معنى ذلك أنه الويتس اللي بدي أعملهم أدجستمنت هم كلهم اللي هو 259. في عندي نون تريدبل باراميتر زيرو، لسه احنا حنشوف فيما بعد للامام، حندخل في تفصيله انه حقول اللاير هذا بدي اعمل له فريز ما تدربوش تمام، وبقيه اللايرز اعملها فريز. فبالتالي هنا النون تريدبل باراميترز بتبطل انه هي زيرو، فبتصير انه التوتال باراميتر مقسمه بين ترينبل ونون ترينبل. اوكي طيب واضحة الموديل سمري. الموديل سمري هي عبارة عن عدد الكونكشنز تبعتك او عدد الويتس اللي بده يعملها تريننج تمام. اخر جزئية اللي هي بدنا نعمل بريدكشن لون اكزامبل. بالمناسبة انت ممكن تعمل هنا يرحمنا. كيف ممكن نجيب الـ predictions؟ فبالتالي هنا model.predict وبديله هنا الفعل yes. لاحظ شو الـ output أنا عندي، عبارة عن list of list، وكل لستة جوا مكونة من ايش؟ من ثلاث ارقام، اللي هي عبارة عن انه قديش الاوتبوت لكل نيورون. مش انت في عندك ثلاثة نيورون، الاوتبوت لكل نيورون احنا حكينا بدنا نطبق عليه سوفت ماكس، انه القيمة الاعلى بدنا نعتبرها اعلى قيمة بدنا نعتبرها واحد، والبقية بدنا نصفرهم. فهاي كيف انت ممكن تسويها في النمباي تمام؟ عندك هنا ممكن تعمل هذا الكلام، يعني
اللي طلعت اوتبوت اعلى هو حيعتبره واحد والبقيه حيعتبره صفر. هو مش حيطلعها واحد، هو حيطلعها ارقام نمبر بالضبط. وانت بالسوفت ماكس هاي هنطبق سوفت ماكس. فبالتالي هنا السوفت ماكس انت عندك ان بي دوت سوفت موجوده ايش؟ معمول لها امبورت ارج ماكس. وهنا على سبيل المثال انه انت بدك تيجي تديله على سبيل المثال انه 0.2 و 0.8 او 9 و 0.1 او 2 زي هيك تمام، وراح جاب لك انه 1 الاندكس تبعه بالضبط اللي هو بالضبط. الان هذا لو انت غيرته وحطينا هذه مثلا 0.8 وهذه مثلا 0.19 فبالتالي هنا بيجيب لك 0. ولو كمان حطينا هذاك الثالث بيجيب لك هذه ممكن نحطها 0.8 وهنا نحطها 7.1 فبيطلع انت عندك هنا 2 اللي هو الاندكس تبعه بهذا الشكل. فبالتالي احنا بدنا نطبق الارج ماكس على هذه كلها زي هيك. فناخذ هذا الكلام، لا هو بياخذها كلستة كلها يعني انه ان بي دوت ارج ماكس وبندي له هذا الكلام وبقول له انه اكسس بتساوي 1 تمام. فبيطلع انا عندي انه الكلاس الاول 0، الكلاس الاكزامبل الاول كلاس 0، التست الاكزامبل تست اكزامبل الثاني انه الكلاس 1 هذا 2 1 2 2. هدول انت لو شفت الطول تبعهم قديش تمام، هاي بريدكشنز بتساوي تمام، وهي البريدكشنز وشفنا اللين تبع البريدكشنز بيطلع 30 اللي هو نفس التست سايز، وهي الكلاس ليبلز. هذا الكلام انا معني فيه ليش؟ لانه الان في الكومبيتيشن انت بدك تعمل رايت للبريدكشنز صح؟ كيف بدك تجيبها؟ بدك تجيبها لو كانت كلاسيفيكيشن بهي الطريقه، لو كانت ريجريشن خلص بتاخذ نفس الاوتبوت من النيورون وتحطه زي ما هو، بتكتبه زي ما هو. الان اخر نقطه هنا بس خلينا احط لك اللي هو هذه اللي هو انه get predictions prediction as 0 1 2. وآخر حاجة اللي هي predict a new example، كيف تعمل predict ل new example؟ لأعمل predict ل new example أول حاجة بدي أعرف الإكزامبل أنا عندي كداتا فريم بهذا الشكل زي ما عملنا هذيك المرة تمام. شوف كيف شكله، هذا عبارة عن صف واحد في اسم العمود والفاليو، اسم العمود والفاليو. انا في عندي بس صف واحد تمام، لازم تحطها هنا في لستة حتى لو كانت صف واحد. لقيت هذا بدك تحوله ل input dictionary تمام، فبدك تحوله ل input dictionary زي هيك. هنا بحط اسم الفيتشر، انا عندي for name value، نيم اسم الفيتشر والفاليو تبعته تمام. هنا دوت ايتمز بتعامل معاه كديكشنري، وهنا انه حط النيم والفاليو ايش راح اعملها؟ كونفرت لتنسور. شوف كيف شكله نيو داتا
تمام. ايوه عندك اسم العمود الاول التايب تبعه تنسور الشيب واحد في واحد، ايوه one value، والبقيه نفس الشيء. الان هذا ممكن تعمل له بريدكت، فبالتالي هنا بتقول انه موديل بريدكت، feature is not okay. okay okay هنا انا عندي هنا سيبل لينث، هنا 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 اسماء الاعمده مختلفه، فكيف بدي اجيب اسماء الاعمده؟ فبقول انه df.keys او columns، ايوه بغير هذا زي هيك، هذا ليش؟ df data frame df مش ds، تمام. هذه هي نفسها ل df.columns نفس الشيء، تمام، بس انه غيرت هنا لازم تكون نفس اسماء الاعمدة، فاوكي وهنا حولناها، وهنا نقدر نعمل predict، طلع لي 3 output لكل نيورون، بنطبق عليها الارج ماكس. فبالتالي الليبل تبع هذه الزهرة عبارة عن ايش؟ ببساطة nb.arg، هذه الزهرة الكلاس تبعها واحد. اوكي هيك تقريبا بنكون خلصنا. فالان انت مطلوب منك تاخذ هاي الوصفة، حتلاقيها انه iris classification with keras عندي كيف؟ بابليك، بدك اياها على الجيت هاب، حط بحط لك اياها على الجيت هاب موجوده. لا في تعديل عليها، تعديل عليها انه احنا كيف نعمل بريدكت لهذا الاكزامبل بالاضافه للارج ماكس ما كانتش موجوده. نعم، لا هلقيت، انا بدي انزل النسخه الحديثه. وهذه انه موجودة مع مارك داون يعني كهيدرز، فبالتالي افضل. يا ثواني بس خليك معايا. ماشي، بس كان في واحدة تانية أنا عملت لها شو اسمه؟ آيريس كراس، هي هذه. أوكي هذه أنا بدي أحذفها عشان إنه خلاص إنه أنت آيريس classification with keras، وهي بيرفع لك اياها جيت هاب واجاوب على السؤال تبعك. ثواني بس خليك معي.